انا ولدي عاود مشى تفرد فردوا الكره في الكامب وبداو كيضربوا بالحجار ما كيشبروش برج ملي رجع بحالو وصل قدام القهوه قدام الدار ديالي اجبر واحد السيد ضربوه بالحجر هنا ملي شافوا هز ديك السيد قالوا له اش كتسمى هنايا قالوا انا رجعت السيد ما قدرش نخليها هيدا يموت قالوا علاش ما علاش ما هربتيش قالوا ما غنهربش الحسب انا ما ضربش ما عامل والو واش برج معوه قد قن خدي الراجل ما ضرب ما عمل والو العين غير من الدراسه نضر من الجامعه نضر انا ماشي مو غندافع عليها ولا شي حاجه ما كان ولدي عامل شي حاجه يتربى هي حقا ولكن ما عمل والو كان في كابو مره لولا باردي لولا باردي لولاني مور داكشي خرج ملي عيط لي في التليفون قلت له فين تينا قال لي انا مشيت كره قلت له طلع بحالك واش ناقشت انا قد الكره طلع بحالك ما تبقيش تما صافي رجع بحالو ملي عاودت عيط له قلت له فين تينا قال لي انا قدام قهوه مور داكشي كنعيط له ما كيجاوبنيش 18 عام كيقرا في الثامنه هذوك اللي عنده وملي كان مات لي باه كانت ازم لي سقط لي فهمتي بقيت كنعالج بقيت كنجري عليه انا من الطبيب درويش مسكينه وما غير خير خيوه ما عامل والو ما كان عامل شي حاجه اي ولكن هو ما عامل والو اما نبغيش ولدي يتعدى ما نبغي يتعدى عليا حد ما خو ما ضارف ما ضارف ما عمل حتى شي حاجه واش ما شبروا من عنده حتى شي حاجه والسيد على دي وصل الدار ديالو لا كان غير جبروه تما كيضرب او لا كان عامل شي حاجه اي ما كان هو ما عمل والو ولدي يا وليدي ما عمل حتى حاجه ما عمل لا بيدو لا برجلو كان ماشي بحاله في الطريق خلطوا عليه قرب يوصل الدار خلط عليه استافيك قالوا له في ساكن قال لهم ساكن في بوخالف قالوا له طلع طلع معنا نوصلكم في يدنا طلعوا جوج الدراري طلعوا معاه معاهم ما يوصلون جهه الحومه ديالنا قالوا له حنايا وصلنا الحومه شافوا نزلونا قالوا له زيدوا معنا شويه تجبروا راسهم في كوموساريه ما عملوا لا بيدهم لا برجلهم كيفاش هتصطافيك طلع معنا نوصلوا فين غيوصلوهم الاولاد ماجين في الطريق ما عاملين فوضى ما هازين سيوفه ما قاتلين ما عملوا حتى حاجه كان في الكامبو في الكامبو مشيت تفرج انا بيدي قطعت البيه مشيت تفرج انا ولدي ترانكيل ماك باقي كيقرا مدرسة وعنده امتحانات شحال العمر ديالها شحال عمرو اختي شحال عمرو عاد حمل عدنان عنده طالع في 19 هادشي اللي كاين اوليدي الظلم هذا اللي ما ضرب اوليدي ما صيب حجار ما عنده اللي قال الموس ما عنده الهراوه ما عنده حتى حاجه ما جي في الطريق في الشوط الاولاني خلى باقي الكره لعبه وخرج بحاله باقي ما كملوش الكره ما كاينش يا وليدي مشينا انت حيت قالوا لنا ماشي طلعوا من هنايا جينا لهنايا قال لك باقي ما طلعوهمش حتى الغدا ما يمكنش الدراري ما عاملين والو وقاريين وعندهم امتحانات ما ضربوا ما والو ما يفهموناش اللي كاين في المدرسه العين كيمشي يتفرج على نيتو ما عارف والو كان خارج هو والدراري صحابو هما يخلطوا عليه طلع في غير يطلع هاد العائله هذا عمل شي حاجه شفتي حصلتي كيعمل شي حاجه هرس شي حاجه شفتيه بكاميرا فين ماشي بابا علاش خص هاد العائل مسكين مدرسه لا هو مدرسه دابا هادي يومين وما عارفين واش حتى فين هو عارفين شي يا سيدي حنايا حنا ودنا اليوم قال لك اليوم غيدوزوهم جينا في 9 الصباح وحنايا هنايا ملي جينا قال لك اودي ما عارفينش واش غادي يجيبوهم لهنايا اولا غيدوزوهم للجنايات علاش غيدوزوهم للجنايات ما قالوا لنا حتى حاجه حنا ما عارفين والو حنا بحالنا بحالك ها ما عارفين حتى حاجه وغير يفهمونا بعدا نفهموا شنو كاين معاه يا اخرين هربوا اللي كانوا اللي كانوا معاه الدراري اللي كانوا معاه هربوا بقاو هما الاخرانيين مشاو عافي ما عطاونا حتى شي حاجه خصنا غير نعرفوا ولدنا فين هو فقط ما كذبوا عليهم قالوا حنا نوصلوكم البوليس قالوا لهم زيدوا طلعوا حنا ماشي لبو خلف اجي نوصلوكم خلاهم تطلعوا العائله ولدي قريب وصل الدار ديالو معايا يدخل وشبروه الداوة حتى انا ولدي مشبر مع 23 الدراري هو اللي كذبوا عليه هو العائله الجاره ديالنا هما ماشيين ثلاثه بهم قالوا لهم نوصلوكم لبو خلف طلعوا معانا كذبوا عليهم هما ماشيين علينا وصل عيل الدار وداوه علاش غيديوه هو ما عامل والو تفرج وجاي بحالو للدار كنا عمل شي حاجه يشبروا وسط كان بو يديوه علاش يهزوه من الزنقه ما عندهمش الحق يهزوه من الزنقه انا ما نقولكش بارئين كاملين هما يم اللي عامل راه راب وسط الكامبو يشبروهم علاش يخليهم يخرجوا علاش يخليو الدراري اللي عاملين الفوضى يخليهم يخرجوا عامل شي حاجه يشبروه وسط الكامبو علاش يخليوه يخرج هو تاع اللي نوصل الدار وما ملحقين عليه حتى الدار ديالو يشبروا كلشي كلشي يشبروه ماشي هما اللي كانوا في الكامبو راه النسيده اللي عملوا الفوضى هربوا اللي مساكن غاديين على خاطر دابا العيكو كان عامل شي حاجه غير يركب معاهم ملي غيشوفهم غيهرب غيشوف البوليس غيهرب كنت هضرتي معاه عملت له محاميه انا ما عملت له محامي لا والو انا بقى يلاه ماشي دابا با خليتهم طيحها مريض بالسكر شكون اللي يعمل له المحامي با ما خدام ما والو
باش نعمل له المحامي انا، هو اللي كيخدم عليا، راه العائله كان خدام وجا، هما الدراري شاهدين عليه كيعرفوا الناس دلحاهم كاملين، ما كيعمل والو، كيمشي يتفرج وكيجي بحالو للدار، وتعداو عليه الدعوه، الدعوه بهم الله. لكن انا عمري شي حاجه، العائله ما كيتكيف ما كيتحشش ما والو، من المدرسه من الدار من الجامعه من الدار، اللهم هذا منكر. ما يمكنش يمشي فيه غير من المدرسه.